صباح الخير عليكم، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، نهاركم مبروك وزين وإن شاء الله البركة والخير. فوالا دونك هاد لي سابلي اللي درتهم خطرة في انستغرام وفي فيسبوك وريتهم برك، بزاف بزاف طلبوا لا غوسات تاعهم، واليوم جيتكم بلي ديتاي وتفاصيل كامل باش تفهموا وتولوا ديروهم وتنجحوا فيهم ويجوكم على حبة. بصح من قبل ما ندور ليهم حبيت نوري لكم دو طون زون طون واش رانا نديرو، واش الناس تكوموندي، لعلك شي وحده تحب نخدم لها هكذا تشوف خدمتنا واش رانا نديرو في المحل. كيما هنايا الاخت كانت عندها قهوه عرضه مع الباليش لا فامي ولا، جات لينا قالت لنا ديروا لي حاجه تاع فيت في، يعني تاع من الصباح للعشيه اللي نقدروا نوجدوها بالخف. بعد ورينا لها كالكو فوتو، ورينا لها وليا بروبوزي ما كاش قد كيك ومسكوتشو. هنا خدمت الكيك هذاك اللي وريته لكم ديجا، الحاصل لا فيديو تاعو نخليها لكم في لا بار دانفو ولا في صندوق الوصف كيما يقولوا، سي لو ميم. درتو لها كيف كيف، يعني شباب جهايل جاب الطبع. والهيكا هذيك الخبزه تاع مسكوتشو نورمال، خبزه مسكوتشو كلاسيتو لها بالشوكولا، درت لها نسلي كاراميل وحطيت لها كذا ديكور. وهنا راني نوري لكم كيفاش نربطو، يعني لو فيزوال تاعنا ولا المنظر تاعنا يعني هو اللي ياتيري بلوس قبل ما نذوقو ديك الحاجه ولا ناكلوها. دونك فوالا هذه هي واش رانا نخدمو، وكش وحده عجبها الحال ولا حبت نديرو لها نخدمو لها فيك بليزير. يعني ان كيك سا غاست توجور دي غاتو كلاسيك نحبو تاع قهوه حليب تاع فريمون هايلين. وهنا راح نبلاصي لها لو لوغو تاعي، ودرتو لها بيان سور هنا غلفتو لها مليح، نوجد كامل حتى تجي مولاتو تديه. وكلاوه بالصحه ولا هنا عاودت عيطت لنا قالت لنا يعطيكم الصحه جابنين هايل. والحمد لله الواحد كي يخدم حاجه بيدو والناس تاكل منها الحمد لله على كل حال. هنا ثاني تسيت اون كوموند، واحد الحاجه تبارك الله عليها جات قالت عندي عرس، وقالت واش ديروا لي بروبوزينا لها هذه وهذه وهذه، قالت لا لا ديروا لي فاريتي دو سابلي. قلت لها شوفي الحاجه روحي واتكلي عليا وعلى ربي سبحانه انا ندير لك حلوه بطبع سنيوه تعمر العين. ومن بعد خزرت هكا خزرت هكذا، قلت سي بون ندير لها لي سابلي يا با ميو، سي تري بو افوار هايلين، وكي بارطاجيتكم بارطاجيتهم عجبتكم بزاف. هي سي اون بات سابلي اللي درتها لكم خطره، وبزاف بزاف اللي عجبتهم سي لا بات سابلي كلاسيك، يعني الكلاسيكيه كامل، فارينه زبده سكر وبيض، هذا واش فيها، ما فيهاش الخميره. بون انا هنايا ما وريت لكمش، مين نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف كيف كيف بلا ما نظل نعاود ونولي ونعاود. دونك انا نوري لكم غوسو مودو لو موديل، مي لا بات لي توجور لو ميم، يعني دائما كيف كيف لو موديل يتبدل. هذا ما كان هنا درت جوغ دميعات، يعني سو فورم دو غوت، راكو تشوفو خدمت لها لا ميم بات دو موديل ديفيرون، عمرت لها ديك السنيوه خير وبركه. هذيك السنيوه انا رفدت لي 60 حبه ودرت بلوس، قعدوا لنا واحد 15 بعناهم. دونك راكو تشوفو دو باكي تاع مارغارين، يعني 500 غرام مارغارين شوفو خير وبركه خرجت، يعني زوج باكيات. هنايا راكو تشوفو هذاك لي سابلي اون غوت، درت لهم وريده بلا ميم بات، يعني بعجينه درت بالبيستولي هذوك الصغار ورشقتها بالبلوندوف كيما شفتو الاخت دير، طيبناهم عادي ان فور مويا. وهنا راني نديكوري فيهم بالمعجون العادي نورمال تاع المشماش، ميم بمعجون تاع الفخاز يجو شبان، مي احنا نخدمو افيك لي مويان دو بور وعلى حساب كيما يقولوا لو بري تاعهم. هاكو شايفين دونك حنايا بزاف اللي طلبتو مني شحال راكو ديروا لي سابلي لي بري، شوفوا لي بري يتبدلوا دون ريجيون ا اون اوتر، يعني من مكان الى مكان، تروحي لالجي ولا تجي العطايه ماشي كيف كيف. سي بور سا ما نحبش نمد لي بري، دونك انا نتيا راكي ساكنه في كاش قريه ونقول لك 4000 ولا 5000 وما تتباع لكش. باغ كونطخ لوكان تروحي سوغ الجي تتباع ولا سوغ كونستانتين ولا وهران، سي بور سا ما نحبش نمد لي بخي باش ما تتقيدوش بهاديك السومه، نمشو بلي بخي على حساب لا ريجيون.
وثانيك على حساب انتيا لي زانغريديون ولا المواد اللي تشروها. دوك انا نشري فارينه تاع 8000 وانت تروحي تشري تاع 2005 ونديرو لو ميم بري، ما جاياش. انا كي ندير تاع 8000 كي نغلي ماش عليه، باسكو لازم نقوم ونخرج لو بري تاع ديك الصابلي ولا داك الكاطو. مي انت تروحي ديري تاع 2005 ولا تاع 3000 ولا تاع الفغاك كيما يقولوا، وتروحي ديري صابلي تاع 4000 5000، راكي تدي هنايا حق الناس. هذه باينه واضحه كي الشمس، اكو فاهميني وعلاش ما نمدش لو بري. دونك انا الا راني نبيع فيها 4000، انت بالك راكي جايه اخرى تبيع فيها 5000 ولا تبيع 3000 ولا 2005. فوالا تو ديبون لي زانغريديون لي استعملتوهم. هذه ثاني توضح، يعني حبيت نوضحها بزاف باسكو كاين لي ولا غير يوصلوا وين يقول لك راكي تخبي ما تحبيش توري لي بخي. نو ماشي كيسيون تاع نخبي، علاش نخبي انايا صافيه مع ربي، علاش ما نصفاش مع العباد؟ فهمتوا؟ هذه هي واش كنت حابه نوري لكم. شوفوا لي دو سابلي، درت واحد زي وواحد زي. هذاك درت له لي ستخي هكا بالشوكولا، وفي لو بو درت له شويه كاوكاو ولا لوز ولا نتوما واش تحبوا، ولا نوات كوكو نتوما واش عندكم، وانتم على حساب الطلب نتاع الناس. فوالا فينيتهم، الله يبارك. جاوها بالطبع، قلت لكم دو باكي د مارغارين هنا. هذا الباطا ولا هذا السنيوه رفدت 60 بياسه. كيما طلبتني الحاجه قالت لي ديري لي 60 حبه فاغييلي، ولا غير راحت فرحانه ما شاء الله دتها في يدها، ما بالشي كان عندها عرس ولا حاصل، يعني اللي تي ساتيسفاتي توت كونتونت كي رفدت باطها. نوري لكم كيفاش راح نغلفها، فهمتوا؟ غلفتها غطيتها لها باش تروح تخي تخي بخوب. قال نديرها هكا من بعد ما نلحق ليش الكاغط، وليت قلت لا لا نديرها لها غلفها لها ونغلقها لها كامل بسكوتش من تحت باش ما تتغبرش باش ما يطيحوا لهاش الحبيبات. فوالا هذا ما كان، يعني حاجه سهله. فوالا دونك لصقتها لها مليح بسكوتش من تحت باش تديها في يدها، وحطيت له لوغو تاعي هكا باش كامل الناس يعني تعجبهم ويحوسوا يديروا كيما ويصيبوا لادريس توكور. هذا ما كان. نقول لكم يعطيكم الصحه وتبقوا على خير، الى وصفات ما خير.